ما دخله والله العظيم ما بتفهموا حاجه. الولد اللي انا برد عليه ده يا جماعه كان مسلم، وبعدين خد يعني فشل في قصه عاطفيه، كذا قصه عاطفيه، فالحد يعني بقى ملحد وسب النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لما فشل في الالحاد قال لك ارجع تاني للاسلام. طيب انا رجعت الاسلام، انا كنت فاشل في الاسلام وفي الحب وفي الحاجات دي، طب اعمل ايه؟ قال لك ابقى مدخلي. فلما رجع وسب المشايخ الحويني و وغيرهم يعني مصطفى العدو وغيرهم، المدخلة عملوه شيخ، مع ان لو في شرع مطبق الولد ده ما كانش هيبقى موجود النهارده، لان حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ القتل وان تاب. وان تاب يعني لو في شرع مطبق، انا لا ادعو الى قتله عشان ما حدش يفهم كلامي خطا، لو كان في شرع كان الولد ده ما كانش موجود النهارده، وما كانش قرفنا باللي بيقوله ده، وما كانش المدخلة خلوه شيخ على الرغم ان هو سب النبي صلى الله عليه وسلم. ايه حكايه المدخلة مع سب النبي؟ والذم الفقير قبل كده أساء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال لك كتل ملف، إيه حكايتهم مع سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ في منتصف الجبهة، في منتصف الجبهة والله، الله الله.